أهلا بكم من جديد، صباح الخير للكل. اليوم رح نحكي عن فكرة كتير جديدة وحلوة لها علاقة بالإكسسوارات، والمصممة اللي معانا اسمها مرا مرشاد، صبية صغيرة وتشتغل على فكرة كتير حلوة لها علاقة بتصميم الإكسسوارات والمجوهرات. مرا مرشاد، صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي. صباح النور. أهلا يا مرام. أهلا فيك. بالفعل فكرة جديدة، لأنه أنا كنت أعطيت فكرة للمشاهدين أنه أنتي يعني بتسجلي صوت معين بكلمة معينة بالزبط. وبعدين على أساسها بتصممي قطعة الإكسسوار. بالضبط. احكي لنا شوي، فسري لنا نشوف نعرف أكثر. مبدئيا نحن بنشتغل بالموجات الصوتية، أي صوت بالعالم أو أي صوت، لو حتى إشي بسيط كنقرة بيطلع موجات صوتية. موجات دبدبات. صوتية بالضبط، دبدبات زي تخطيط القلب بس إشي تاني. بالضبط. أوكي. فنحن شو بنعمل؟ أي شخص ببعث لي تسجيل، إيش ما يكون التسجيل، نحن بنستخرج منه الموجة الصوتية وبنحفرها على الإكسسوارات أو بنطبعها مثلاً على السويتشيرتس أو على لوحات كبيرة. حلوة الفكرة، كتير حلوة. فبتكون إشي مثلاً يعني إشي جديد بين شخصين وما فيش حدا بيعرف إيش اللي كودز، يعني بالضبط شفرة سرية بين أي اثنين مثلا مش حابين يعرف عن، أو هي مجرد شكلها كمان حلو. يعني يا ريت يا روان لو نعطي بس أول فكرة اللي هو هذا النكلس، أكثر شيء مبين عليه الذبذب الصوتي حتى الناس تعرف أكثر عن شو عم نحكي. هلا هاد من وحدة لصاحبتها. من وحدة لصاحبتها. شو قالت لها؟ هاي كان تسجيل بتحكي لها، أعتقد الله يخلي لي إياكي. تمام. لو على الكاميرا نشوفها أكثر. حلو إنه هالقد خاص الموضوع يعني. وممكن فعلا خلي على إيدك شوي، خليها الكاميرا تقدر تاخدها لو سمحتي مرام. إذا هاي هي بصمة الصوت زي ما بقولوا، أو ذبذبات الصوت اللي ممكن حدا يبعث لك إياها مثلا فويس مسج على الواتساب، أو يبعث لك إياها بطريقة معينة. شو ما يكون، المهم يكون تسجيل. تمام. وأنتوا بتعملوا هاي، طب شو التكنيك يعني، شو الآلية، وين بتطلع عندكم هاي؟ هلا نحن بنستعمل برامج خاصة على الكمبيوتر. بالضبط. بنستخرجها وبنحفرها، مرات بنحفرها بشكل يدوي، يعني هاي محفوره بشكل يدوي كله هاند ميد. يعني بتطلع. هلا لما الزبون مثلا يبعث لي، بعطيه صوره الساوند ويف اللي هي الذبذبات. فهي بالضبط ايش ما بتطلع له الساوند ويف، هو بتطلع له القطعه هي بالضبط. كتير خاص الاشي هذا، كتير جميل. في عنا شغل يدوي، في ليزر. يعني هاي مثلا لشباب اعتقد. هاي لشاب. هاي بنقدر نقول شو السر اللي فيها؟ عن ايش بتحكي؟ اي لاف يو. اي لاف يو. هاي مثلا ذبذبات صوت لشخص بقول اي لاف يو. حلوه كتير. وهون مبين بجوز الاكثر الهاي. هيها وهاي محفوره بالليزر. بالليزر. كتير حلوة. يعني انت عم تعملي شيء للشباب، بتعملي شيء للصبايا وللأمهات. وللأمهات وعم تعملي لوحات وتيشيرتس، كله هاي لها علاقة بهاي الثيمة. من وين اجت الفكرة مرام؟ يعني لما اول مرة فكرتي بهاي الفكرة كيف خطرت على بالك؟ شفتها في حدا حاطط على الفيسبوك، واحدة من البيجز، انهم حاطين في واحد كأنه بأمريكا دكتور مسجل خطيبته، هو بده يتقدم لها فبده يسجل لها، فانه كتب لها will you marry me، انه ممكن تتزوجيني. فايش عمل؟ حفرهم، عمل نفس الاشي، طلع الفكره وحفرها وتقدم لها. انا كثير عجبتني. حلوه عن جد، حلوه. عملت ابحاث وصرت اتعامل مع المشاغل وبدات. شطوره كثير، وخصوصا انه الرسم هذا حلو يعني، لذيذ، فني، لطيف. بالزبط. وهذا كمان يعني هاي في جزء كمان اذا بدنا نشوف هنا، اتوقع هنا مكتوب مثلا على هاي اشي له علاقه ب مشاعر، يعني حب من شاب لخطيبته. لخطيبته كمان. ما احلاهم الافكار، حلوين على الفالنتاين، قرب الفالنتاين هلا. اذا بنقدر ناخذها كمان هاي القطعه، يعني بجوز من احلى الافكار هلا اللي ممكن تتقدم بفتره الفالنتاين، هاي الموجات الصوتيه المسجله ككود ما حدا بيفهم عليه غير الاثنين، يعني اللي هي ما بين الاثنين. يعني الواحد لما بروح بجيب سنسال العادي اللي محطوط عليه اسم، انه خلص الكل عرف الاسم، اما هاي خلص ايش ما يسجل سر. يكون بيناتهم. يعني حتى في ناس ببعثوا لي
يعني في بيكون ما بين واحد هو وخطيبته او واحد هو مرته خلص كلمه دائما بيحكوها او بالضبط نحفه معينه نيك نيم ممكن يكون مره واحد هو وخطيبته بعت لي دائما ضله يستفزها بشيء فهي بضلها ترد عليه بكلمه فبعت لي تسجيلين عملتهم موجه واحده تعمل لها اياها مفاجاه. كثير حلوه الافكار، حتى خاتم انت عامله يعني في خواتم حلاء ممكن تعملي كل شيء. نعمل كمان توجهي للكاميرا لو سمحتي، برضه الخاتم كثير لطيف وفكرته كثير جميله. هلا بيحكي اي لاف يو كمان ونحن بنحاول الاشياء العينات اللي عندي نعملهم كلهم اي لاف يو عشان يكون نفس الشيء. طبعا اي لاف يو بكل صوت تختلف عن الثانيه ولا وحده رح تطلع زي الثانيه لو حتى نفس الشخص. هلا نحن ايش اللي بميز انه انت مثلا اذا بدك تاخذي هديه رح تكون هديه انت الوحيده بالعالم اللي عندك اياها هاي الهديه. مزبوط انه انت ما رح يجي ممكن يصدف حدا يسجل نفس اللي انت سجلتي بس ما رح يكون لا بنفس السرعة ولا بنفس النبرة أبداً ولا طبقة الصوت ولا طبقة الصوت. في ناس صوتهم بيس، في ناس صوتهم حاد أكثر، في ناس بحبوا يكون الحكي شوية ممطوط، في ناس لا. بعدين كمان صوت من شاب لبنت بيختلف. طيب يعني مرام دائماً أنا بسأل هذا السؤال لكل اللي بيشتغلوا بالأشغال اليدوية، قدي هذا الشيء عم بدعمك معنويا بسعدك أكثر جداً. وماديا كمان قدي عم تستفيدي انت لسه خاطبه خطيبك برا ولسه الحياه قدامكم كذا، قدي عم تحسي انه عم ممكن ياسس شيء مادي كويس لكم؟ هو انا مرام. ان شاء الله من يعني بالمستقبليا بدي اكون يعني ببالي رح يكون شيء على مستوى عالمي ورح اكون فاتحه شركه. ما شاء الله، ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. ان شاء الله. هلا طريقه التسويق زي كل الصبايا بجوز اللي بعمرك لها علاقه ببيجز على الفيسبوك وغيره. بيجز على الفيسبوك، انا كمان بشتغل بالسوشيال ميديا فموضوع كان شوي سهل علي. رائع. وكنا اللي عندهم خبره بالسوشيال ميديا هذا بالزبط. التسويق بالنسبه لهم سهل. بالضبط، فمشان هيك انه كان عندي باك جراوند من اول موجود، بس مجرد اعمل بحوث وابدا بعرف مع مين كيف بدي اتعامل وابدا اعرف ايش هو. حتى انت عملتي طريقه تسويقيه كثير لذيذه، انا سمعتك عم تحكي لي عنها. حتى عامله مسابقه صغيره اليوم في تريك هيك رح تساليهم تسالي المشتركين بالبيج تبعك على هاي الاسواره. هلا هاي الاسواره انا ولا مره طرحت الفكره، ففي شيء جديد سجلناه. هاي التسجيل هم لازم يعرفوا ايش انا اللي مسجلته بهاي الاسواره. اوكي طيب بس اشرحها. طب كيف بدهم يعرفوا ايش اللي اعطيهم شويه مساعدات؟ هاي بنت صغيره مسجلتها لامها. بنت صغيره لامها. العب هي عباره عن كلمتين. اوكي فهم لازم يعرفوا ايش هم الكلمتين. واللي بيعرف ايش هم الكلمتين بيبعث لنا اياهم على البيج، بكتبهم على الصفحه وين ما يبعتهم مش مشكله. اللي بيعرفها او شيء مقارب لها بيطلع له هديه كثير حلوه. كثير حلو، خلص ان شاء الله يا ربي الناس بتحذر هاي الحذاريه الحلوه. وهي طرق كثير حلوه وشبابيه ولذيذه انه الواحد يسوق اغراضه، بتعرفي الطريقه التقليديه خلص يعني الناس بجوز زهقتها، بدهم شيء يمتعهم اكثر ويستفيدوا اكثر. الناس بحبوا الاشياء الجديدة كمان. ينبسطوا. فانا بتمنى لك مرام كل التوفيق بهالمشروع الحلو والجديد. انا بصراحه ما سمعت قبلك انه حدا بيعمل هيك شيء. نحن صراحه الوحيدين بالاردن اللي بنعمله اكسكلوسيف يعني وحصريين عندنا كمان. مرام كل التوفيق لك وبمشروعك اللي له علاقه بالاكسسوارات ببصمات الصوت اللي عم تعمليها، وان شاء الله دائما كل اللي بتحكيه وبتسجليه بيكون كله خير وفرح. شكرا لك مرام ارشاد. شكرا. مباشرة رح ننتقل لهذا التقرير اللي أعده إلنا الزميل محمد الحربي عن مسرحية الأستاذ حسن سبايلة ورانيا إسماعيل، إلها علاقة طبعا أكيد بموضوع الإرهاب اللي كتير من الفنانين عم بيشتغلوا عليه. مسرحية خاصة هذا التقرير بيحكي عنها، بعد التقرير مقابلة خاصة أيضا مع حسن سبايلة ورانيا إسماعيل، خليكم معنا.